احنا جايين عشان لا هو شكلك انت جاي مهموم. انا عليا تعباني الف سلامه، وانا بنادي حتى المسؤولين ليا مشكله في عيني. الف سلامه. عيني بتاخد 5000 جنيه الحقنه في الشهر. يا خبر. وانا ان شاء الله ليا هتقروها في العلاج قريب. الف سلامه. اصاب بالعمى. الله اكبر. وده 55 سنه في الاضاءات دي من ضمن الحاجات. الاضاءه انا مش يعني مش عايز ادخل في مود عشان بس برد لك على السؤال. اما هو اللي قالوه الاساتذه واخواتي واولادي ان النكته اقوى واكبر سلاح، يا اما هدام يا اما لا صح زحته. عشان ده لا هدام ازاي يعني؟ انا هقول لحضرتك يا اما لو كان في حاجه فيها اشاعه مضاده للبلد يبقى في منتهى الخطوره. ضيع تضيع. يعني اقول لحضرتك انا ليا موقف مع الله يرحمه السادات رئيس الجمهوريه في نقطه قلتها. هو انا طلعت بقول له في واحد اشترى شطرنج، العسكري ما اتحركش لما اخد شيلين. دي جت من ايه؟ انا من الحاجات اللي كانت بتحصل في الشوارع. انا كنت بحب بلدي قوي وما زلت. فانا كنت بمشي بالليل كده اتفسح واشوف جو القاهره وجمالها. كنت بشوف منظر السواق يرمي شيل للبتاع. كانت ظاهره وقتها وحشه. يعني حتى لو عايز اوقف التقلم شكلها وحشه كان لا مؤاخذه حيوان قدامنا. انا ما قلتها عشان برضو الفن بتاعنا سريع التوصيل للمسؤولين وللبلد وللجمهور وللعالم. فكان ممدوح سالم الله يرحمه وزير الداخليه وقتها قال له سامع ممدوح ابقوا زودوا الولاد دول شويه، لانه لما ناقشني في النكته ساب كل اللي انا قلته. قال لي خلفيتها ايه دي؟ قلت له ما بياخدوش فلوس. هو السادات بنفسه اللي سأله؟ يعني استدعاك؟ وبعد كده بقيت مقرب ليه جدا في حكايه النكت والحاجات دي، وكنت بودي له شرايط في البيت وكل حاجه. فالمساله كلها ايه؟ مساله ان احنا عندنا رساله. انا مره شفت مطرب لا داعي لذكر اسمه وزميل لينا قال لك ما فيش حاجه اسمها رساله. ازاي؟ ازاي؟ انت يقينك ان النكت دي رساله؟ طبعا. واقوى رساله لانها سريعه التوصيل. انا الاستاذ عادل فار، الاستاذ عصام، الاستاذ قابلونا الوقت على الباب ناس من في المدينه اخر نكته ايه او سمع نكته ايه. ده الاستاذ حمادة عمل موقف جميل جدا. اول ما شافني قال لي انت اسمر ليه كده معانا في المنصور؟ فقلت له انا اتولدت في غانا ولما رحت المنصوره سنين فدي سلحة سمرة هناك طلعت بيضاء. يعني مثلا يقول لك ايه، واحد قابل واحد صاحبه بيقول له انت وديت ابنك فين؟ ابنك السنه دي سنه كام؟ قال له سنه رابعه. قال له تحديه فين بعد رابعه؟ قال له حديه سجن. ما هي ما هو ما فيش سنه بعديها. والتاني حلو والتاني بيقول له يا ابويا انا سمعت ان في الجرايد ان اوباما جاي مصر بكره. قال له على الطلاق الاهلي يكسبوا 3-0. فبقت حدوته زي الكوره. يعني السياسه بقى زي الكوره. عشان كده انا بنصح بقول يا اخوانا الكوره مخدرات الشعوب. نصحى لفوق. فانت حضرتك بتقول الحفله مخدرات الشعوب والفن. الكوره والفن. يعني انا ضد واحد يطلع يعمل لك مش عارف ايه وشنب في رقبته ومش عارف ايه وبتاع ويعمل عشان يضحك الناس. ما ينفعش ما ينفعش. خفه الدم لا تشترى ولا تباع. الله يخليك يا استاذ احمد. خلاص يعني مثلا مين بيعمل شنب دي؟ مين اللي بيعمل شنب؟ ده اللي بيعمل لك شنب اربع ادوار. لا داعي. مش عايز اذكر اسماء. دي اسماء جهابذه دلوقتي. يقولوا عليا ان انا ما بفهمش مثلا، لكن انا بفهم اكتر منهم. ما علينا. يعني مثلا انا لما قلت النكته بتاعت الاثنين اللي بيقول له حكايه المخدرات وبتاع بيقول له هم الفراعنه بنوا الهرم في كام سنه؟ قال له في 30 سنه. قال له ده كتير قوي. قال له كل ما رصوا حجرين المباحث تاخده. هو ده هنا الاداء بقى. هنا الاداء. وبعدين دي ما تموتش يعني. في نكته تموت بانتهاء الحدث. تتقال على حدث لكن طول ما زي الكهرباء كده. ايوه طبعا. زي دي تاخد ايه؟ طب شفت انت الخنفس. في نكته تاخد وقتها ونكته تستمر باستمرار الحدث. لما تقول على الفراعنه الأهرام احنا نواكب الحدث. زي اللي برضه راح مثلا دار الاثار لقى مكتوب على التابوت. هو زميله بيقول له مكتوب ايه اللي مكتوب على التابوت ده؟ قال له مكتوب عليه 1500. قال له يعني ايه 5500 دي؟ قال له ده بين رقم العربيه اللي خبطته. ما لا ما هي كده. لو الاثار ده اتقفلت مش هتحل النكته. طب اللي قبل مراته مروحه بلدياتنا عشان الحر بقى ولا المروحه دي وبتاع وشغل المروحه ونزل لما جه وقف قال له على السلم قالت له ما عادش تخرج وتسيب المروحه دي.
جلالية جات له من ساعة ما نزلت بتدور عليه. اهي دي قايلة من 17 سنة. لا مش من 17 سنة. ايه ايه دي ايه؟ دي بقى هو قالها بطريقة تاني. هو المفروض ان كنا بنتربط حدث بحدث زي ده. انا اروح عشان احنا كان في عايزين حاجة يا جماعة يا جماعة. لا لا هو استاذ حمادة يا جماعة لازم صح عايز شايف القيمة الفنية عايز يتكلم في القيمة الفنية للنكتة. احنا كان عندنا ظاهرة عمالنا اللي كانوا بيجوا من ليبيا ومن السعوديه بتاع دايما كان يجوا شايلين يا مروحه يا لابس بلطو زياده عشان يبقى من الجمرك يا بطاطين ماسك البطانيه في ايده كده ايه هلمه يعني امله. فانا دي اتربطت بكده ان العمال بتوعنا اللي بيطلعوا يكافحوا بتاع. فهو جاب لمراته مروحه هديه ولما سافر بيطمن بيقول لها ايه رايك في المروحه؟ قالت له والله اصيله وبنت ناس من ساعه ما سافرت وهي بتدور عليها. يعني دي نكته برضو قديمه. لا لازم تتقال. انا قلتها ليه بقى؟ عشان دي حدث يا اخوانا لازم تربط. طيب حلمي المليجي عشان تربط النكت.